بسم الله الرحمن الرحيم. الحين احنا في اخر شهر اكتوبر، طبعا هاي طالعة بروحها، بس حاليا نزرع على حواف الشعير او القمح العلفي او حتى للانتاج. نزرع هذه الشيرة الجميلة تباع الشمس، هاي البذور طبعا الآن مثلا في هاي المساحة على الحواف فقط، على الحواف زرعنا أكثر من 4000 بذرة في الحواف وفي الوسط أيضا. طبعا بتطلع محصول إضافي للشعير العلفي، ايضا بيطلع معك حبوب دوار الشمس. كذا تقدر تكون انك استغليت كافة المساحات والمسافات اللي موجودة معك بدون التأثير على الانتاج الاصلي.